السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الخالق محمد من ذا تيك كرو. النهارده فيديو الاسئله، انا كنت عايز اقدم محتوى احسن الاسبوع ده شويه، بس هو فيديو الاسئله كان مطلوب بقاله فتره، وكمان عشان فتره امتحانات فعاوز انزل كونتنت اكتر شويه على القناه، وفي نفس الوقت يبقى كونتنت برضو مفيد ليكم. فانتوا طلبتوا فيديو اسئله وادي فيديو اسئله. ما تنسوش بس تبصوا على الديسكريبشن، هتلاقوا اللينك للجيف اوي اللي احنا عاملينه. الجيف اوي هيخلص لما يوصل 3000 سبسكرايبر على 2 مايس من 2 بي، فما تنساش تدخل على اللينك في الديسكريبشن وتشترك في الجيف اوي. وبرده ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، تعمل شير للفيديو عشان تدعم القناه اكتر، عشان نوصل ل 3000 سبسكرايبر اسرع شويه وننهي الجيف اوي. نزلت بوست عندي على الوول وعلى البيج بتاعت الصفحه، وكان في شويه اسئله لطيفه، فهنبدا من اسئله الصفحه. اول سؤال من عبد الرحمن بركات، رايك في شاومي مي 6، وهل تعتقد ان ون بلس ممكن تجتاز السعر الفشيخ بتاع شاومي بنفس المواصفات ولا صعب؟ صعب. شاومي بقى لها فتره بتعمل الموضوع ده، يعني لو انت شفت الشاومي مي 5 والمي 5 اس كمثال، برضو موبايل بسناب دراجون 820 و 3 جيجا بايت رام بسعر حلو، بسعر كان قاتل كمان. بس ما تنساش ان في نسخه بتبقى مقربه من سعر ون بلس اللي هي النسخه السيراميك، بس الكل طبعا هيركز على النسخه المعدن اللي تيجي 6 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت ستورج ب $360. السعر رائع بالنسبه للامكانيات، وده اللي كنت بتكلم عليه الفيديو اللي فات، فيديو الاس 8، انك ما تشتريش الموبايل. انا الموبايل حلو طبعا ما فيش كلام، بس انا مقتنع انك ما تجيبش حاجه زي الاس 8، لان حاجه زي شاومي مي 6 هتنزل بنفس البروسيسور بنسخه 6 جيجا بايت رام، بشاشة معقولة وكاميرا معقولة بس بسعر ممتاز. فعشان كده انا مقتنع الشركات الصينية ليها مستقبل حلو في الموضوع ده. احمد رضوان بيسأل، ناوي تعمل سلسلة تطبيقات الاندرويد او الموبايلات بشكل عام او الاخبار الاسبوعية؟ حاجات وحاجات. التطبيق، انا عامة مجال الهاردوير اكتر من الموبايلات، انا بشتغل في الموبايلات وفي مراجعات موبايلات تانية قريب ان شاء الله، بس عامة شغل موبايلات في ناس تانية بتعمل احسن مني بكتير، زي يحيى رضوان، زي محمد سامي، زي ناس كتير. فانا متخصص اكتر في الهاردوير، انا بشتغل في الموبايلات، وهتلاقي برضو زي ما قلت مراجعات موبايلات، بس هو ده مش مجال الاساسي. الاخبار الاسبوعيه ممكن، بس مش الفتره اللي جايه، لان هما انا بالظبط دلوقتي في، انا دلوقتي في امتحانات اخر سنه بالظبط، عندي شهرين منهم رمضان وبعد كده هبدا دروس ثالثه ثانوي، فالوقت الوقت ضيق، فيعني يا رب اساسا اعرف انزل كونتنت في ثالثه ثانوي بمحتوى اسبوع على قد ما اقدر ان شاء الله. الاسئله اللي على الول ماشي. مصطفى الخولي بيسال، ناوي على ايه في القناه، في قناتك في المستقبل؟ بمعنى اخر نفسك توصل لايه؟ دي حاجه ما اقدرش احددها قوي. انت بتعمل كونتنت وتامل ان الناس تحبه، لو الناس حبته المفروض بتعمل شير، ناس هتيجي القناه بتكبر اكتر، ده الطبيعي، الناس ما بتعملش شير. ف يعني نفسي اوصل لايه؟ نفسي اوصل حاليا على الاقل 10000 سبسكرايبر قبل ثالثه ثانوي، بتبقى حاجه مشجعه ليا ان اقدر احط كونتنت بانتظام اكتر في ثالثه ثانوي. فيعني لنامل ان انا اوصل ل 10000 سبسكرايبر. مروان محمد، بدات ازاي وعاوز تنصح اي حد هيبدا يوتيوب بايه؟ وفي واحد تاني بيقول بلس 1. كنت شغال في قناه ثانيه بعمل تجميعات كل اسبوع او اثنين تقريبا، بس الحمد لله بطلنا الشغل ده، لان زي ما قلت قبل كده التجميعات مش مستاهله، مش حاجه يعني حلوه قوي، هي بتبذل فيها مجهود قليل ومحدش بيتعلم حاجه. المهم اني بدات بالتجميعات دي، بعد كده قلت هبدا الشانل بتاعتي برضو تجميعات، في فيديوهات بتشرح حاجات زي مثلا ازاي تختار كذا، زي ما تختارش كذا، ريفيوز مع الوقت، وها هنا وها نحن هنا، يعني ما كانتش بدايه مخططه قوي. عاوز تنصح اي حد هيبدا يوتيوب بايه؟ انك تستمر. موضوع عن الاستمرار، انت هتحبط. كان في حاجه كده كان حد قالها لي، ايه انت عندك حلم دلوقتي، الحلم مش هيحقق نفسه، يعني مش الله انا نفسي اخش كليه طب كمثال مثلا، خلاص انا هقعد في بيتي كده وادعي 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 وهيجي لي كليه الطب. لا، كليه الطب مش هتجي لك كده، كليه الطب هتجي لك انك تفضل تذاكر وتتعب تذاكر وتتعب، وساعتها ممكن تيجي لك. نفس الكلام على اليوتيوب، انت مش هتنجح الا لما تفضل تستمر تستمر تستمر، تسمع نقد الناس، تشوف الناس رايها صح ولا غلط. يا عبد الخالق، الخلفيه اللي فاتت ما كانتش عجبانه، انت مش بتنزل صور كتير حواليك تشرح او تسهل الشرح، معاك حق، صلحت المشكله دي. يا عبد الخالق، مشكله الصوت لسه شغال عليها. يا عبد الخالق، مش عارف مشكله ايه. ماشي، الناس دايما كلامها غالبا يعني بيبقى كلامها صح لو هو نقد، لكن في ناس اللي هي تيجي تقول لك
انت وحش ليه، انت وحش. ف تقبل رأي ناس، استمر استمر استمر، ما استمرتش ما تستاهلش انك تنجح في يوتيوب الصراحة، يعني مش عذر كافي. ناصر بيسأل مش ناوي تعمل ابديت محترم للقناة خصوصا عن طريقة عرض الفيديو؟ كنت لسه بتكلم في الموضوع دلوقتي، انا بقرا كومنتاتكم وبصلح مع الوقت على قد ما اقدر، بس الظروف مش سامحة اول ايام دي. عبد الرحمن عماد، جات لك من فكرة ذات الكرو؟ فكرة زي ما قلت ما كانتش مخططة، انا كنت عايز اقدم كونتنت، حاجة احط فيها وقتي بدل ما اضيعه، في نفس الوقت افيد الناس، جات كده. اسم ذات الكرو كان حوار انا مش فاكره قوي صراحة، بس تقريبا كان واحد صاحبي هيشتغل معايا فقلنا ذات الكرو بقى وكده يعني. عمرو سالم، ايه اكتر حاجة مترقبة في مجال التكنولوجي وتتوقع ابل هتعمل ايه في المستقبل في اجهزتها، وهل هتقع ولا لا؟ نجاوب سؤال الاول على عمرو سالم، ايه اكتر حاجه مترقبه في مجال التكنولوجيا؟ كنت مترقب شاومي مي 6 قوي، بس هو خلاص نزل في وقت الفيديو ده. كروت اي ام دي فيجا متحمس لها برده شويه صغيرين، بس مش حاجه جامده، بس متحمس شويه صغيرين. مفيش حاجه حاليا يعني واو قوي ان انا متحمس لها. تتوقع قبل هتعمل في المستقبل في اجهزتها، وهل هتقع ولا لا؟ احنا عارفين في شاشات اموليد اتخذت من سامسونج عشان الايفون 7 اس او 8 ما كان هيسموه بقى، واحنا عارفين اللي هو بعد 10 سنين من اول ايفون، فهيبقى ايفون حلو. ايه التفاصيل بالظبط ما اعرفش، بس يعني لنقل انا متحمس شويه للايفون الجديد. بس قبل هتقع شويه، لان الناس مع الوقت المخاب بدا يعني يعقل شويه من فكره فخامه التفاحه تكفي والهبل ده، وان الشركات بتقدم حاجات احسن منها. يعني انا واحد صاحبي كمثال كان عاوز يجيب الايفون 6 اس، اقنعته بعد اقناع صعب جدا يجيب الاس 7 ايدج، حرفيا بيحفل على اي حد مع ايفون 6 اس. فالناس بدات تعقل شويه، وحصلت قبل في السوق قلت شويه صغيرين. محمد سامي، بحبك قوي يا مبدع، ايه افضل فيديو عملته في القناه؟ محمد سامي لو انت مش عارف هسيب اللينك للقناه في الديسكربشن، ريفيور موبايلات رائع. ايه افضل فيديو عملته في القناة؟ ممكن ادي الشرف ده لفيديو الباد سيكتور، لان كنت يعني كنت واقف شهر عن تقديم المحتوى، كنت عاوز اظبط دماغي تاني عشان اعمل افكار احسن، وفيديو الباد سيكتور كان اول فيديو بعدها، وكان الناس كلها قالوا الفيديو كان حلو، وانا صراحة برضو شايف الفيديو كان حلو. فده حاجة. محمد ياسر، سؤال نفسي اسأله لحد من زمان، انت راضي عن نفسك؟ مش هكدب عليك، بس مش قوي يا محمد. محمد بتاع ويكي تك، مش قوي، حاسس ان انا ممكن اقدم كونتنت احسن صراحه، بس زي ما قلت الوقت، الدراسه، ثالثه ثانوي. خالد احمد، اس كي برودكشنز، ايه رايك في الريبراند بتاع اي ام دي اللي عملته مع كروت الار اكس 500؟ سؤال طبيعي اهو، سؤال صراحه احسن من احسن اسئله جات لي النهارده. بص يا سيدي، الريبراند مش اول مره اي ام دي تعملها، اي ام دي عملتها في سلسله ال 200 وسلسله ال 7000 كمان، يعني سلسله كان عندنا ال 7770 اتعملوا ريبراند للار 7250 اكس تقريبا او 250، وبعد كده السلسله بتاعت ال 200 اتعملها ريبراند، يعني 280 بقى 380 او 280 اكس بقى 380. فدي مش اول مره اي ام دي تعملها، مش مشكله ضخمه، لان يعني هي مش مشكله ضخمه، لان زي ما قلت يعني الكروت حاليا كفايه، يعني الكروت مكفيه. بس في نفس الوقت انفيديا غالبا هترد عشان فيجا بمعماريه قويه، مش فاكر كان اسم المعماريه اللي هي ايه صراحه، فيعني احتمال كبير ان انفيديا ترد جامد، فدي مش في صالحهم قوي. بس لنامل انهم هيبطلوا الشغل بتاعهم ده ويقدموا لنا على الاقل كل سنه معماريه جديده، مش كل اربع سنين بروسيسور وكل سنتين كارت. محمد سيد بيسال، عاوز لابتوب ب 12000 جنيه بما يوازي 12000 جنيه عشان هو عايش في السعوديه. فلينوفو الايديا باد ايباد لينوفو ايديا باد 310 اي 7، في موديل اي 5 ارخص شويه ب 9500 باين، بس الموديل اللي انت عاوزه هيبقى اي 7 8 جيجا بايت رام، جي تي اكس 920 ام. فا ايديا باد 310 هو عامل حوالي 11000 هنا في مصر، هو نازل من 12 ل 11، فشوف هيبقى عندك، انت قلت بما يوازي فانت عايش في السعوديه، فشوف هيبقى عندك عامل كام. وبس ما تنسوش يا جماعه الشير، تعملوا لايك على الفيديو عشان زي ما قلت تدعموا القناه اكتر. عاوزين نكمل ان شاء الله 10000 قريب، احنا خلاص داخلين على 3000 اهو. ف
دعم الدعم يا جماعه. اللينك في الديسكربشن للجيف اواي، ما تنسوش الجيف اواي برده شويه بس. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معكم عبد الخالق محمد من ذا تيك روم.